شهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في هذا اليوم منافسات سباق بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى قائد اسطبلات الخالدية للقدرة لمسافة 120 كيلومترا والذي أقيم بقرية البحرين الدولية للقدرة تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة ولدى وصول جلالة الملك المفدى إلى قرية البحرين الدولية للقدرة كان في الاستقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الملكي حيث قدم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إلى جلالة الملك المفدى إيجازا حول مراحل السباق وتبادلت جلالته الأحاديث مع الفرسان والفارسات 91 المشاركين في هذا السباق متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح منوها بمشاركة سمو الشيخ خالد بن حمد إلى جانبهم في هذا السباق وأشاد جلالته بالجهود المتميزة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة التي تهدف إلى تطوير رياضة سباقات القدرة العربية الأصيلة منوها جلالته بجهود رئيس وأعضاء الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في الإعداد والتنظيم لمثل هذه البطولات والعمل على إنجاحها من خلال تنفيذ الخطط والبرامج التطويرية لرياضة القدرة وأعرب جلالته عن تقديره لما يواصل تحقيقه فرسان مملكة البحرين من إنجازات ومراكز متقدمة وحرصهم على رفع اسم المملكة عاليا في منصات التتويج في العديد من المشاركات والسباقات الإقليمية والعربية والدولية متمنيا جلالته للمشاركين ومنظمي هذه السباقات كل التوفيق والنجاح في المنافسات والبطولات القادمة واستقبل جلالة الملك المفدى حفظه الله بقرية البحرين الدولية للقدرة معالي السيدة جابريلا بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ومعالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب وأشاد جلالة الملك المفدى بالتعاون المستمر الذي يجمع بين مجلس النواب البحريني والاتحاد البرلماني الدولي منوها جلالته بالحرص المشترك على تعزيز التنسيق المتبادل بهدف تحقيق كافة الأهداف والتطلعات كما واستقبل جلالته رعاه الله أيضا طلبة وطالبات مدرسة البحرين وعددا من ضيوف المدرسة من طلبة مدرسة فيتشينزا الإيطالية بمناسبة زيارتهم للبحرين حيث أكد جلالته أهمية ترسيخ العلاقات الأخوية بين شباب البلدين الصديقين متمنيا لهم طيب الإقامة في مملكة البحرين وأعرب الطلبة عن امتنانهم لجلالة الملك المفدى لاستقباله لهم وترحيبه بهم وأشادوا بزيارتهم إلى قرية البحرين الدولية للقدرة وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم كذلك لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ولسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة على ترحيب سموهم بهم خلال هذه الزيارة كما استقبل جلالته حفظه الله السيد محمود فرج رئيس جمعية الرفق بالحيوان حيث قدم الشكر والتقدير لجلالته على ما تحظى به الجمعية من دعم وتشجيع بعد ذلك تابع جلالته ومعالي رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ومعالي رئيسة مجلس النواب منافسات السباق حيث أبدى فيها المشاركين روحا تنافسية عالية ثم هنأ حضرة صاحب الجلالة حفظه الله الفرسان الفائزين في السباق مشيدا بما قدموه من مستويات متقدمة من الأداء تعكس جهودهم في التدريب والإعداد للسباق وبما حققوه من نتائج طيبة أهلتهم لهذا الفوز
هذا وقد توج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة سيسيليا غاراسيا من الأورغواي فارسة فريق فيكتوريوس بلقب بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للقدرة، وفارسة اسطبل الخالدية هيا جمال في المركز الثاني، وفارس اسطبل الزعيم معيوف الرماحي في المركز الثالث. وعلى مستوى الأهالي توج سموه الفارس محمد الخاطري من اسطبل الأصايل باللقب الذي أحرزه للسنة الثانية على التوالي، ومن اسطبل الأصايل أيضا الفارس عبد الله عيسى الجناحي الذي أحرز المركز الثاني، والفارسة أمل علي خلف من اسطبل الفاتح في المركز الثالث. مشاهدينا الكرام، هذه لحظات التتويج بتفضل سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب الرياضي، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بمعية سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب الرياضي، رئيس الاتحاد البحريني للألعاب القوى، قائد اسطبلات الخالدية، وبحضور أيضا سيدي سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، رئيس الاتحاد الملكي البحريني الفروسية وسباقات القدرة، ومن خلالها حصول الاسطبلات الخاصة بشعار أبناء الزلاج كمركز أول وثاني ومركز ثالث بالاسطبلات الفاتح. ألف مبروك للاسطبلات الخاصة، ونبارك لسيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة بشعار فيكتوريس، والذي استطاع أن يحصل على العلامة الكاملة.